فور اونلي. فور فور ايه؟ يعني اربع وحدات. اربع وحدات ايه؟ واحنا هندول الاول وبعدين نتغدى هنا بالوحده. وحده ايه؟ بتاعت حد سونا. اوكي فور كتير. فور ذات مانز فور فور. انت اللي هتحاسب. طيب ده ما هحاسب، ما حدش يقول لي لا بقى. نص نص مور فور ها فور انذر فور ده كتير كده. بص بقول لك بقى، انا بدل اجوع اجوع اكل اكل. ايش اكتب انا؟ ايه؟ اكتب فيري كلير ذيس بيفور بوين افتر اند جريل بودين بادونين اويل فيري جود فيري جود بليز توداي بليز نو كلير يت. عندك زي سؤالي كمان. سلطان ابراهيم اتكلم عربي. سلطان ابراهيم اتكلم عربي. سلطان ابراهيم بس ها. اوكي اوكي مو 1 كيلو 2 كيلو فور 2 كيلو 1 كيلو 2 كيلو مين؟ كيلو كيلو يس ايوه كيلو 4 كيلو 4 كيلو. على فكره رغم انه المكان شكله بسيط كده بيعتبر اغلى مطعم في قبرص، ما بيجوش الا ناس الاغنياء. انا ما دام معايا تمن الطاقه ابقى زيهم. اه وهدفع بقشيش كمان. احنا عيال جدعان قوي وكسيبه كمان. بقى عضمه ناشف الزبون. روق الكوماندا. انا لو لسه الكوماندا مش كان زمان انا اللي بتغدى معاها دلوقتي. ما انت اتغديت كتير. يعني ايه عزوز؟ يعني دنيا، لا بتسيب الراكب راكب ولا تخلي الماشي ماشي. يعني انا اللي انزل وعيل زي ده هو اللي يركب؟ روق دمك وانزل اتغدى. الواد ده سد نفسي. مبسوط؟ لا. ليه؟ كان نفسي ابويا واختي يبقوا معايا. فقري ها؟ انا اصلا ابويا نفسه يرتاح، ياكل لقمه حلوه، يعيش عيشه حلوه. انا لما هجمت على الفيلا بتاعتك كنت اول مره اشتغل فيها هجام عشان اريح ابويا. انا ابويا لو قعد القعده دي وكل الاكل ده رجله المقطوعة هتزرع تاني. مش هنقوم حساب يا حاج؟ مش اوجات برضه هنا ولا؟ لا 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 عيب بقى، انا اللي هحاسب ما صحش يعني. 100 باوند 100 يعني كام دول؟ 100 جنيه ابروسي. 100 جنيه ابروسي؟ يعني كام بالمصري؟ 500 جنيه مصري. مش انت اللي هتحاسبي برضه ولا روحي الحمام؟ لا مفيش داعي يا. انا لو بيا عارف ان انا كلت ب 500 جنيه رجله السليمه هتتشال. على ايه؟ قول لنا عن عنوانه واحنا نبعت له فلوس، ياكل مطرح ما يحب. عنوانه؟ اه. عنوانه زي شهاده الميلاد بتاعتي. انا صوت ايد وهو صوت عنوان.